السلام عليكم. تتشابه الأخطاء وإن اختلفت مواقعها، لكنها تشير بأصابع الاتهام لمدبر واحد وإن اختلفت مسميات القتلة. انفجار دراجة نارية مفخخة في منزل أحد من اتهموا بالموالاة لصالح في دار سعد، مشهد يحمل في طياته دلائل كبيرة لخيوط الإرهاب الموجه سياسياً، ويحمل تداعيات لما هو أكثر من مجرد انفجار لعبوة فشل قاتل بإعدادها. إنها لحظة انكشافات متتالية للأصابع التي تقف خلف الإرهاب الذي يحاول زعزعة الأمن في عدن، والصورة كما تبدو جلية وواضحة وتؤكدها دلالات متعددة من هنا وهناك. في صنعاء مثلا انفجرت عبوة في منزل قيادي موال لصالح، وأصدر المخلوع بيانا يتنصل فيه من الجريمة، ثم سحب البيان من المواقع الإعلامية التابعة له. كان ذلك في شهر أكتوبر من العام المنصرم، انفجرت سيارة مفخخة في منزل رئيس فرع حزب المؤتمر بصنعاء في منطقة نقم، وكان يجري تجهيزها وإعدادها للتفجير. يقول مراقبون إن نفس الحادث يتكرر اليوم بعدن، انفجار دراجة نارية مفخخة داخل منزل علي الكردي في مديرية دار سعد أسفر عن مصرع 3 أشخاص. هذه الخيوط التي تقودنا إلى وضع علامة استفهام كبيرة حول العمليات الإرهابية الموجهة سياسياً التي تعمل جنباً إلى جنب مع إرهاب التنظيمات المتطرفة التي لا يستبعد وجودها ووجود مغذياتها الفكرية المتطرفة. والمتابعون يؤكدون أن ذلك يعد شكلاً من أشكال جر صالح جناحه في حزب المؤتمر إلى مربع الملشنة والإرهاب مع الحوثي والقاعدة. وهذا بدوره لا يعني أن حزب المؤتمر بأكمله في قبضة صالح طبعا، إذ أن هناك تيارا عريضا لم يتخلى عن المبدأ الجمهوري والوطني وأعلن إسناده الواضح للشرعية والتحالف العربي. وهنا تطرح التساؤلات العريضة، هل يعد هذا شكلا من أشكال الارتداد عن الجمهورية والسلم الاجتماعي وخدمة مشاريع العنف والإرهاب؟ أم أن الأمر يقتصر على طرف بعينه يريد الانتقام من كل المكتسبات السياسية والوطنية ومن بينها حزب المؤتمر؟ وما هو دور العقل الحي اليقظ في المؤتمر إزاء ما يحدث من قبل صالح وخيوط العنف والإرهاب التي يغذيها من داخل أروقة جناحه؟ حول هذه المحاور ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، نبدأها مباشرة مع ضيوفنا عقب متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. الأثر المدمر لإرهاب الدولة العميقة خلف كل عملية تفجير وقتل واقتتال، يقف هذا النوع من الإرهاب المنظم المعزز بإمكانية الدولة القديمة وأجهزتها النابتة في جسد الوطن. انفجار إرهابي وقع قبل الأوان، قبل أن يفارق وكر الإرهاب الذي يقع في منزل لأحد المقربين من المخلوع صالح بمدينة دار سعد في محافظة عدن. انفجرت العبوة الناسفة في ذلك الوكر فأودت بحياة 3 أشخاص، 2 منهم مشتبه في كونهما إرهابيين وفق ما أفادت به مصادر صحفية متطابقة في مدينة عدن. قبل عدة أشهر شهدت صنعاء انفجارا مماثلا قبل الأوان لسيارة مفخخة في منزل قيادي في المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع صالح، لكأن الأقدار أرادت أن تقدم البراهين على طريقتها من صنعاء إلى عدن. والقاسم المشترك هي دائرة المؤثرين المرتبطين برأس النظام السابق من أعضاء حزبه أو المتعاملين معه ومع أجهزته. دفعت عدن ولا تزال ثمنا باهظا جراء نيلها الحرية المستحقة، لأن كتائب الإرهاب المنظم الذي يتغذى من أحقاد ساسة موتورين ومن نزق متطرفين يفهمون الدين على طريقتهم، هذه الكتائب ما تزال تعمل وترتبط بشبكة عنقودية من المنسقين والممولين والموجهين على نحو يفصح عن خبرة الدولة القديمة التي فشلت ذات يوم في أن تكون دولة حقيقية. تأخر التعاطي مع ظاهرة الانفلات الأمني الذي أخذ شكلا خطيرا من الإرهاب المنظم، تحول معه حي مكتظ بالسكان مثل المنصورة إلى وكر لإدارة وتغذية الأنشطة الإرهابية في عدن. ما من هدف لأنشطة كهذه سوى إفشال مشروع الدولة الذي تأسس على قاعدة صلبة من الإجماع الوطني واستدعى هذا التدخل واسع النطاق للتحالف العربي، بعد أن شعر الجميع أن ثمة طرف يأخذ اليمن بعيدا عن محيطها عبر وسيلة أخطر هي الإرهاب. كانت حرب ميليشيا الحوثي على عدن هي الحلقة الأكثر عنفاً في مسلسل الإرهاب الذي استهدف المدينة ومعها كل اليمن، وها هي كتائب أخرى تواصل استكمال المهمة ولكن إلى حين. مشاهدينا الكرام، أرحب بداية بضيفي عبر سكايب من جنيف الأستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أخي، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. يعني انفجار دراجة نارية مفخخة في دار سعد لقيادة تهم بموالاته لصالح، ما الذي تحمله هذه الحادثة من إشارات وخيوط أيضا؟ يعني نحن ما زلنا يعني كررنا كثيرا وأكدنا على أن لا يعني ما يحدث في عدن وفي المناطق المحررة لا ينفصل على الإطلاق عما يحدث في شمال الوطن في جبهات القتال في تعز وفي صنعاء. لن تهدأ المناطق المحررة ما لم يتم كسر رأس الأفعى كما نقول دائما في سنحان وفي مران. القضية ليست يعني تخرصات وليست فقط عبارة عن توهمات، وإنما هي أعتقد حقائق الأيام تثبت ذلك، الأحداث تثبت ذلك. دراسة بسيطة ومتأنية ونافذة للعمليات التي تجري في عدن في محاولة لزعزعة الأمن وإثبات أن المناطق المحررة ما زالت تحت الضغط وما زالت تحت الفوضى، هي دراسة لمثل هذه العمليات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المستهدف هو الجمهورية اليمنية، أن المستهدف هو المقاومة الجنوبية، المقاومة بشكل عام، الانتصارات التي حققتها الحكومة الشرعية والجيش الوطني. وبالتالي هذه الحادثة التي حدثت اليوم إنما هي تؤكد في هذه السياقات ما نتحدث عنه دائما من أنه ليس هنالك محرك للإرهاب وللإرهابيين وللخلايا النائمة في داخل عدن إلا أولئك الذين في صنعاء وفي مران الذين يريدون حتى الآن إثبات أن العدن لم تحقق شيئا وأن عدن ستذوق ويلات انتصارها العظيم على الانقلابيين والتحالف الحوثي العفاشي. وبالتالي هذا يصب في هذا الاتجاه ويؤكد هذا الامر الذي استاذ عبد الله. لكن يعني قبل فتره شهدنا تفجير في عبوه ناسبه في احد منازل قياديين موالين لصالح في صنعاء، الم يتعلموا من هذا الدرس حتى تتكرر هذه الحوادث وتكشفهم على او تكشف هذه الملابسات على الراي العام بهذا الشكل؟ يعني بالتأكيد هم لا يتعلمون، يعني باعتبار أنه لو كانوا يدركون ويفكرون ويمنطقون الأمور فإنهم بالأفضل والأولى لهم أن يفهموا أن هذا الشعب قد رفض انقلابهم، رفض تعديهم على السلطة اليمنية، على الدولة اليمنية، معذرة على مؤسسات الدولة اليمنية. الشعب اليمني رفض الانقلاب على الجمهورية ومحاولة طمسها. وبالتالي أنا في تصوري أنهم سيحاولون إلى آخر مدى ممكن أن يستخدموا كل الأساليب لإثبات أنهم ما زالوا موجودين أو محاولة تسجيل نقاط ربما تنفعهم في قادم الأيام. أنا في تصوري أيضا أن القضية هنا هم يدركون جيدا أنه إذا ما تحركت الأمور إلى المربعات السياسية وبعد هذه الفضائح الكبيرة التي يعني ظهروا فيها وهذا الانتهاكات الكبيرة التي ظهروا فيها وهذا البشاعة والحقد الدفين الذي ظهروا به أمام الشعب اليمني، فأعتقد أنهم لو تحركوا إلى مربعات السياسة فإنهم يدركون جيدا أن فرصهم في العودة إلى الحياة السياسية هي ضئيلة. لا أقول يعني لا أشير إلى موضوع العزل السياسي، ولكن أعتقد أن هنالك عزلا مجتمعيا سيحدث لأن المجتمع يراقب بشكل واضح بعيون مفتوحة بعقل يفكر وهو يدرك جيدا ماذا تعني هذا التحالف الذي أسقط الدولة اليمنية، أسقط العاصمة اليمنية، أطاح بأحلام اليمنيين وأحلام الشباب وأحلام العجائز والنساء، أطاح بأحلام اليمنيين في مؤتمر كان مؤتمر حوار خرج بمخرجات تصنع يعني أو تؤسس لخارطة مستقبل كانت يعني تعطي كثيرا من الآمال بأن تتحول هذه البلد التي عانت كثيرا إلى آفاق جيدة من العمل السياسي والمشاركة الشعبية والأداء الديمقراطي. وبالتالي أعتقد أن سيكون هنالك عزلا واضحا في المستقبل. هذه أنا في اعتقادي أيضا أن المجرمون لا يفكرون، لا يهتمون، لديهم مشروع، هذا المشروع ربما يخدمونه بأشكال تضر بهم. يعني نحن نتذكر دائما موضوع أن الحوثيين بعد اتفاقية السلم والشراكة التي كانت تؤسس لاستلابهم اليمن لمئة عام أصروا بغباء وبجهل وبشعور بالقوة
الخادعة أن يستمروا في نعم أستاذ غيهم، عمر. فأسقطهم الشعب بعد أن تحركوا في اتجاهات مختلفة. نعم، نعم. ينضم إلينا الآن الصحفي بسام القاضي من عدن لمزيد من تسليط الضوء حول هذه الحادثة. مساء الخير أستاذ بسام. مساء النور والسرور. أستاذ بسام، يعني تناولت وحسب ما فهمنا منك أنك يعني رصدت بعض الملابسات الخاصة بما حدث من عدن، هل لك أن تحدثنا أكثر عن الخيوط المرتبطة بالكردي الذي انفجرت الدراجة في منزله؟ أعتقد أن اليوم من خلال الخلية الإرهابية التي انفجرت، التي لقيت مصرعها في منزل القيادي المؤتمر علي الكردي في مدينة دار تعد شمال العاصمة عدن، اليوم أوضحت صورة للكثير وأوضحت حقائق كثيرة بأن المخلوع علي عبد الله صالح هو من يقف خلف هذه العمليات الإرهابية وسلسلة الاغتيالات التي تحاول زعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن. في الحقيقة أنه قبل أن أوضح هذه النقطة أريد أن أعرج عن موضوع علي الكردي. الأخ علي الكردي هذا هو قيادي جهادي سابق في عام 1992 تقريبا، سافر إلى أفغانستان وكان ضمن القوات الجهادية في أفغانستان. عاد إلى اليمن في 94 واحتضن المخلوع علي عبد الله صالح، ومن المعروف أنه المخلوع صالح القاعدة هي اتربت ونشأت في قصر المخلوع صالح، وهي موجودة في جهاز الأمن القومي والأمن المركزي وغيرها. فبعد 94 عاد القيادي الكردي من افغانستان وانضم الى صالح، وكان من ضمن القيادات الجهادية الموجودة في اليمن التي ما يسمى بتنظيم القاعدة. عمل خلال هذه الفترة مع المخلوع صالح، وهو ايضا متهم بتفجير بالضلوع والتخطيط لتفجير الناقلة الأمريكية في 2001 تقريبا في خليج عدن في 2000. نعم، الحقيقه انه هذه الحقائق كثيره. بعد اريد ان اعرج الى نقطه اخرى، انه علي الكردي هذا متكون في قضايا كثيره جدا، ابرز هذه القضايا انه في عام 2009 وتحديدا في شهر ابريل قام بالتقطع لسياره صحيفه الايام في منطقه الملاح والاستيلاء على اموال من السائق، وايضا احراق اعداد الصحيفه التي كانت تحمل كميات كبيره الى الحبيلين والضالع وردفان. شنها كان له علاقه كبيره بالمخلوع صالح. طيب، هل يتواجد الان في عدن استاذ بسام؟ علي الكردي هو خلال الفتره الاخيره هذا كان متنقلا ما بين صنعاء وعدن. حاليا اليوم وقت الجريمه هو موجود بحسب المعلومات الدقيقه لنا، هو موجود في دار سعد، كان اليوم موجود في هذه المدينه وقدم اليها من صنعاء قبل اسابيع. علي الكردي عمل على لديه خيوط كثيره بانه يعمل لدى المخلوع صالح، ممكن الخصها سريع في نقاط محدده، انه خلال انطلاقه الحراك السلمي من 2007 الى 2011، خلال هذه الفتره عمل الجهاد السابق في تنظيم القاعده والقيادي المؤتمر الحالي في المؤتمر الشعبي العام علي الكردي على عمليات تقطع للمواطنين من ابناء المحافظات الشماليه، حتى انه وصل بهم الامر الى تقطيع الاعضاء التناسليه والجرائم ترتكب ضد الانسانيه عبر خط عدن لحج الضالع خلال فتره الحراك الجنوبي من اجل تلفيق التهم بالحراك الجنوبي والتشويه بسمعه الحراك الجنوبي. اذا تقصد استاذ بسام ان العمليات التي كانت تقام ضد الحراك كان يقودها الكردي بنفسه؟ بالفعل، هو لديه تصريحات سابقه لدى صحيفه الشرق الاوسط ومارب بيرس وغيرها، وقالها بالحرف الواضح اننا نحن مستعدون لتنفيذ عمليات استشهاديه في حق نشطاء الحراك الجنوبي، كما ايضا انه لديه تصريح شهير يقول انه الجهاد لبقاء الوحده في اليمن ضد الانفصال مقدم على الجهاد ضد اليهود في فلسطين وأفغانستان. طيب استاذ بسام، يعني الان التفجير كان في مقر الهيئه يعني ما سمي بالهيئه الشعبيه للدفاع عن الوحده، ما هي الدلاله التي ترتبط بذلك في تفجير يعني كان معد له؟ ما الذي يرسله من رسائل، وما الذي يريده المخلوع صالح بحسب ارتباطي بحسب كلامك ارتباط الكردي بالمخلوع؟ ما الذي يعني يراد من هذا التفجير ان يفهم منه؟ للمعلومية أن علي الكردي كان ضمن حزب المؤتمر الشعبي العام وشن حملة شعواء على اللقاء المشترك وغيرها في المراحل السابقة. الهيئة الوطنية الشعبية للدفاع عن الوحدة مولة من المخلوع صالح، وجاءت
لتنفيذ عمليات اغتيالية، بتنفيذ عملية سلسلة اغتيالات بحق القيادات المناهضة للمخلوع صالح، لم تكن ضد الحرس الجنوبي فقط، وإنما يعني ضد القيادات والكوادر العسكرية والمدنية، سواء كان في لقاء المشترك أو في دورة التغيير أو على حساب الحراك السلمي الجنوبي. اليوم الله عز وجل أراد أن يفضح هذه القلة التي عبثت بأرواح الناس، ومن خلال أن العداد لهذه العملية الإرهابية هم كانوا ينوون على عملية إرهابية ربما تكون قادمة في خلال الأيام القادمة، لكن حصل أنه انفجر الانتحار الذي كان يستعد للباس الحزام الناسف والدراجة النارية. العلي الفردي موجود في منزله في دار سعد، وأيضا أريد أن أعرج على نقطة أخرى، أنه في 2011 بعجالة إذا سمحت صالح، في 2011 أبان ترك التغيير المطالب برحيل المخلوع صالح، أوقل المخلوع علي عبدالله صالح مهمة إلى عبد الكريم شايب بتسليح 4000 شخص من عدن بقطع سلاح كلاشينكوف، وكان الفردي هو الجناح العسكري والميداني لتوزيع هذه الأسلحة على مناطق المؤتمر وأيضا على أقدام دار سعد المناطق هذا. فبالتالي هو عمل على إعراق عدن في الفوضى وخلق صراع بين ثورة التغيير والحراك السلمي الجنوبي، لكن في اللحظة تلك في 2011 كان هناك تعقل من الحراك الجنوبي وثورة التغيير، فأفشلوا هذا المخطط، ولكنه استمر بمخططات أخرى من خلال عمليات سلسلة الاغتيالات بحق الكوادر الجنوبية أو من خلال اغتيال القيادات الأخرى. علي الفردي كان من خلال الحرب على عدن كان من القيادات المؤتمرية التي رحبت بالميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح عندما دخلت عدن، وكان ظل متنقل ما بين عدن وعند تحرير عدن في يوليو من العام الماضي، ظل متنقل بين عدن وصنعاء والعلاقات وطيدة، وقدم أشكرك نعم نعم أستاذ بسام من صنعاء. نعم أستاذ بسام أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من عدن الصحفي بسام القاضي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ عبد الله إسماعيل معنا عبر سكايب من جنيف. أستاذ عبد الله، هل من تعليق حول المعلومات الذي ذكرها الأستاذ بسام؟ طبعا أنا لدي بعض هذه المعلومات وأؤكد عليها، وهنالك أيضا مقابلات جرت مع هذا الشخص في قناة اليمن اليوم، هي قناة المخلوع علي عبد الله صالح كما نعلم جميعا، وهنالك تصريحات بالفعل صدرت منه في هذه المواضيع وموضوع يعني العمليات الانتحارية. لكن أيضا أنا أؤكد أن الأمر أيضا مرتبط بقضايا، هنالك محاولة انتقام من المقاومة الجنوبية التي بالفعل يعني أذاقت الحوثي وصالح في عدن المرارات خلال فترة محاولة لاحتلال مدينة عدن، وجميع ولو يعني نقرأ كما ذكرت سابقا عندما نقرأ بتأني نوعية هذه العمليات ولمن توجه وضد من، فإننا نؤكد ونتأكد على أنها هي عمليات انتقامية واضحة وموجهة، هدفها الشرعية، هدفها المقاومة الجنوبية، هدفها رموز العمل النضالي التي ترفض وجود الحوثي وصالح. نحن لا ننكر، وهذا أمر نكرره دائما، لا ننكر وجود فعلي للقاعدة كعقيدة، لكن القاعدة أعتقد أن لديها أولويات، وأولوياتها ليست في قتل الناس ولا قتل المواطنين ولا قتل القيادات الجنوبية، يعني لديهم اتجاه آخر، خط آخر، إرهابي آخر يعني تضرب للدولة، تضرب في أماكن أخرى، لكن أيضا نوعية الأهداف تؤكد على أنها ليست نوعية تلك الأهداف التي تستهدفها القاعدة في هذه الأيام. القاعدة تستهدف في هذه الأيام أنماط أخرى من الضحايا أو من المستهدفين. جميع العمليات التي حدثت في عدن وأيضا في بعض المناطق هي تستهدف الانتقام الواضح والجلي ممن قاموا بترقيع وتطهير هذه المناطق المحررة من التواجد الحوثي وصالح، وهذا أيضا يؤكد كمبرر يعني أو كشواهد هذا الانفجار الذي حدث اليوم. نعم، طيب يعني أستاذ عبد الله، هو ذكر الأستاذ بسام القاضي أن الكردي كان يستهدف الشماليين في الجنوب، هذا يدفعني إلى إعادة السؤال الذي طرحته على الأستاذ بسام مرة أخرى عليك أنت، وهو يعني ما هي دلالة وجود هذا التفجير في مقر ما يسمى الهيئة الشعبية
للدفاع عن الوحدة؟ يعني هل هناك دلائل أو يعني إشارات رسائل يريد إيصالها من يسعون إلى بدء أو إحداث بلبلة من خلال انطلاقة من هذه المقرات؟ أنا لم أسمع جزء من السؤال، لكن إذا كان السؤال في اتجاه العمليات التي كانت نعم. يعني لا، هو أنا تحدثت أن الكرد، يعني أن الأستاذ بسام القاضي تحدث عن أن الكردي كان نعم. يقوم باستهداف، يعني يقوم بعمليات تستهدف شماليين في الجنوب. في الوقت ذاته المقر الهيئة الشعبية للدفاع عن الوحدة ايضا كان علي الكردي يعني يرأس هذه الهيئة. هل هناك دلائل يعني يمكن ان تقرأ من خلال ذلك ان هذه العمليات تخرج من تحت هذه المسميات؟ بالتأكيد، يعني نحن نعلم ان كثير من القضايا الكبرى استخدمها صالح لمحاولة الابتزاز الداخلي او الخارجي. يعني نحن تعود بنا الذاكرة الى استخدام القاعدة، الى استخدام الحوثيين، تلك الحروب العبثية التي كنا لا نفهمها، يعني كانت تصل إلى مرحلتها النهائية ثم تتوقف في مواجهة الحوثيين، ليكتسب الحوثيين قوة جديدة ويمارسوا مهامهم ثم يتراجع الجيش، واكتشفنا بعد ذلك أنها كانت أيضا ورقة واستخدام للابتزاز الداخلي والخارجي. أيضا مسألة موضوع الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية بالتأكيد هنالك حق كبير لإخواننا في الجنوب في الاعتراض على ما حدث لهم من مظالم ومن اشكالات يعني حدثت من علي عبد الله صالح ومن حاشيته ومن ممن يعني مارسوا كل تلك المظلوميات. وبالتالي كان وما يزال علي عبد الله صالح يشتغل على هذا الامر. نحن ندرك جيدا ان التحرك للحوثي وعفاش بعد اسقاط العاصمه اليمنيه صنعاء الى الجنوب كان يحمل في طياته الموت للوحده اليمنيه. كان هنالك تخوفات كبيرة على أن هذا الهجوم هو تأصيل لموضوع الانفصال بشكل نهائي. نعم، وكان الناس يحذرون أن هذا الأمر يعني يجب أن لا يستمر وأن لا يصل. لكن أريد أن أذكر أيضا أن الحراك السلمي الجنوبي أدان تلك العمليات التي كانت يعني تستهدف الشماليين في الطرق وفي المدن الجنوبية. نعم، هذا أمر لابد أن نتذكره جيدا، وأنهم كانوا يتنصلون عنه ويتبرؤون منه، ويبدو أنه بالفعل كانت عبارة عن محاولة لخلط الأوراق باستخدام هؤلاء القاعديين العقائديين الذي اشتراهم علي عبد الله صالح في مراحل مختلفة. أستاذ عبد الله، ينضم إلينا الآن رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الأستاذ نجيب غلاب. مساء الخير أستاذ نجيب. يا مساء النور والعافية. أهلا وسهلا أستاذ نجيب. يعني صالح على ما يبدو قاد جناحه من المؤتمر نحو المنشنة أو الملشنة وكذلك العنف وزعزعة الأمن، ما خطورة ذلك؟ أولا يعني المؤتمر الشعبي العام يعني هو يتحرك غالبا في البيئة القبلية، لكن لم يتملشن المؤتمر إلا بقطاعات بسيطة، يعني ليست واسعة بالشكل الخطير الذي يحول الحزب هذا إلى كتلة عسكرية. يعني هي ارتبطت بعلي عبد الله صالح وبعض مراكز القوة المرتبطة به، وتحولوا إلى بيئة حاضنة للحركة الحوثية ومركز لاستقطاب المقاتلين لصالح الحركة الحوثية. لكن المؤتمر من ناحية يعني واقعية لم يدير معارك يعني بشكل معلن، وكأن لديه ميليشيات منظمة، لكن بالأخير طبيعة التحالف مع الحركة الحوثية قاد إلى تجنيد بعض الأطراف داخل المؤتمر وتعاونوا مع الحركة الحوثية، ويعني واصبحوا كأنهم كتله واحده. لكن هناك تمايز ومغايره ما بين الطرفين، يعني ويعني لا اعتقد انه المؤتمر يمتلك ميليشيات منظمه، لكن ربما نقول انه لديه مجاميع قبليه بشكل او باخر تحالفت او تعاونت مع الحركه الحوثيه، وما زالت حتى اليوم هذا التعاون
يعني والتحالف قائم. لكن يعني أستاذ نجيب، هناك من يقول أن هناك لوبي إمامي هو من يدفع جناح يعني المخلوع بهؤلاء نحو الارتداد عن الجمهورية إن صح التعبير، هل تتفق مع ذلك؟ أنا أعتقد أن المؤتمر عقيدته عقيدة جمهورية، يعني كل أعضاء المؤتمر بلا استثناء باستثناء الخلية الحوثية أو نقول قيادات وعناصر داخل المؤتمر الشعبي العام انضمت إلى المؤتمر الشعبي العام وقادت عملية باتجاه التحالف مع الحركة الحوثية، وحولت المؤتمر الشعبي العام إلى حاضنة شعبية لتبرير الانقلاب وللتعاون مع الحركة الحوثية. لكنها هذه القيادات يعني معروفة وبعضهم يعني غير معلن، لكن الخطر أنه الكتلة اللي كان المؤتمر الشعبي العام متحالف معها جزء منهم أيضا كانوا حوثيين، يعني ما ليست الحركة الحوثية كتنظيم، كان تنظيم سري متحرك داخل المؤتمر الشعبي العام. عندما ظهر الانقلاب حاولوا بشكل أو بآخر أنهم يجروا المؤتمر باتجاه التحالف مع الحركة الحوثية. أنا أعتقد أنه حتى علي عبدالله صالح نفسه هو الشريك لبناء هذا التحالف، لكن أغلب قيادات المؤتمر أنا أعتقد أنهم مختلفين بشكل كامل مع علي عبدالله صالح بهذا الاتجاه، رغم أنه علي عبدالله صالح من ناحية إعلامية لا يعترف بهذه المسألة، لكنه يعني يعتبر اللاعب الأساسي اليوم داخل المؤتمر الشعبي العام الذي قاد المؤتمر باتجاه التحالف مع الحركة الحوثية، وأصبح اليوم أمام مأزق كبير لأن الحركة الحوثية على وشك أن تبيع المؤتمر وتبيع علي عبدالله صالح نفسه. طيب سنعود إلى الحديث عن هذه النقاط وغيرها أستاذ نجيب، أرجو أن تتفضل أنت والأستاذ عبدالله بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، نتوجه إلى فاصل قصير، بعده نكمل النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى الأستاذ عبدالله إسماعيل المحلل السياسي معي عبر سكايب من جنيف. أستاذ عبدالله، لماذا يعني ينزح أو يذهب المخلوع وجناحه نحو التركيز هكذا بهذا الشكل على ملف الإرهاب في الجنوب، وكذلك يعني الانسناد الواضح إلى جماعة الحوثيين في الشمال في نفس الوقت؟ يعني أولا لابد أن نفهم طبيعة التحالف الحوثي مع صالح، يعني ليس هذا التحالف أهداف موحدة ولست من الأهداف التي متفق عليها. نحن ندرك جيدا أن كل طرف من الأطراف كان لديه أهداف من متحالفه مع الآخر، الفارق أن هدف علي عبد الله صالح ربما يكون أكثر شخصنة، وهدف الحوثيين أكثر شمولية ومشروع يهدف إلى إسقاط الجمهورية وإسقاط الدولة والتحكم في هذا البلد وإقامة مشروعه الخاص به، وبالتالي هذا الأمر يعني ينعكس على طبيعة التحالف بينهما. علي عبد الله صالح من هذا المنطلق قسم المؤتمر الشعبي العام إلى أقسام، هنالك قيادات تاريخية عندما أدركت خطورة المشروع الحوثي تخلت عن مصالحها مع علي عبد الله صالح وارتباطاته به، وأعلنت بشكل واضح أن المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن يسمح بمثل هذا الارتباط وهذا الزواج العرفي السيء. وآخرون من القيادات لا يستطيعون أن يعلنوا صراحة مخالفتهم لعلي عبد الله صالح، كما أعلن أحدهم وقال يعني أنا لا أستطيع، إذا ما مات هذا الزعيم اسمع يعني اعرفوا رأيي وموقف من هذا الرأس، يعني بهذا المعنى. ويبدو أن هؤلاء مرتبطين أكثر بمصالح مع علي عبد الله صالح، قد تتهدد مصالحهم إذا ما أعلنوا. طيب هل يتضرر الحزب أستاذ عبد الله يعني من هذه الشخصنة حول هذا الشخص؟ هل يعني سيتضرر الحزب كمكون سياسي عام بشخصنة هذه المصالح مع شخص علي عبد الله صالح؟ بالتأكيد إذا لم يدرك عقلاء المؤتمر ويتخذوا خطوات كما بدأت تلك الخطوات في عزل علي عبد الله صالح من زعامة الحزب، وأعتقد أنهم قادرون على ذلك، يعني لكن يبدو أن هنالك بعض الظروف التي تؤخر اتخاذ مثل هذه الخطوة. هنالك قيادات كما قلت لك القسم الآخر، وهو القسم الذي بالفعل هو لا يستطيع حتى أن يغادر البلاد، يعني لا يستطيع أن يغادر اليمن. هنالك قيادات نحن نعلم جيدا أنها حاولت حتى المغادرة، فهنالك ما يسمى ببلاك ليست في المطارات وفي الموانئ وملاحقين حتى من الحوثيين بتوجيه من علي عبد الله صالح. إذا أعتقد أن القضية هنا يعني لابد أن نفرق بالفعل ما بين
ما بين علي عبد الله صالح ومجموعه المصالح المحيطه به والتي ندركها ونعلمها جيدا، وما بين الحزب الذي هو من اعرق الاحزاب وهو تجربه سياسيه نعم. متقدمه طيب في اليمن. من هذه النقطه استاذ عبد الله نعم دعني نعم. انتقل من هذه النقطه تحديدا الى الاستاذ نجيب غلاب. استاذ نجيب، يعني برايك هل تنبهت قواعد المؤتمر بشكل عام الى ان يعني تحالف الانقلاب يجر البلد الى مربع خارج سياق الامن القومي اليمني وكذلك العربي ونحو اجنده ايرانيه؟ يعني شوف القواعد الشعبية للمؤتمر الشعبي العام بشكل عام يعني وحتى القيادات أدركوا مخاطر الانقلاب وأصبحوا بشكل أو بآخر الآن يبحثوا عن مخرج من هذا الورطة والمأزق الذي يعني وضعوا أنفسهم فيه بدون ما يعني لم تكن لديهم حسابات دقيقة. ربما رغبة علي عبد الله صالح في الانتقام من خصومه قاد الى عمليه انتحاريه، لكنه ورط المؤتمر الشعبي العام معه. لكن اليوم علي عبد الله صالح موجود، القواعد الشعبيه من ناحيه يعني خلينا نكون واقعيين، القواعد الشعبيه غير القيادات، القواعد الشعبيه اليوم يعني ما زالت بشكل او باخر لديها ثقه بعلي عبد الله صالح وبطريقته في اداره الصراع، لكن لم يعد علي عبد الله صالح يشكل بالنسبة لهم زعيم مستقبلي. لكن طبيعة الصراع الآن ومرحلة الانتقال، كثير حتى من القيادات داخل المؤتمر وبالذات تيار صالح لديهم تخوفات من عملية إحداث انقلاب على علي عبد الله صالح أن ينهار الحزب. أيضا علي عبد الله صالح يضغط من خلال تحالفاته القبلية وأيضا الكتلة الشعبية المؤيدة للمؤتمر الشعبي العام، يحاول أنه يعني هي مرتبطة بها بشكل أو بآخر نفسيا، وبالتالي هو يستغل هذه المسألة كثير ويحاول من خلالها يضغط على أي قيادة خارج إطار يعني لو عارضته. يعني نحتاج إحنا فترة انتقالية في الفترة القادمة علشان نتخلص من علي عبد الله صالح، ليس فقط من داخل المؤتمر الشعبي العام بل إخراجه نهائيا من العملية السياسية. وأنا أعتقد أنه هو حتى نفسه علي عبد الله صالح وصل إلى قناعة كاملة أنه عملية إعادة إنتاجه أو تدويره أصبحت مسألة طيب في هذه النقطة حتمية، مسألة يعني مستحيلة في هذه النقطة تحديدا. أستاذ نجيب، يعني رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي هو قيادي في المؤتمر الشعبي العام، هناك الكثير من القيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية، لماذا لا تلتف القاعدة الشعبية حولها وتذهب خارج نطاق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الذي يعني يرأسه منذ أن بدأ؟ علشان أكون صريح معك يعني بدون ما نغطي عن الواقع كما هو، يعني كثير من كوادر المؤتمر الشعبي العام كثير يعني والقواعد الشعبية لم تستوعب للأمانة يعني مسألة أن يكون الرئيس هادي هو رئيسا للمؤتمر الشعبي العام. أيضا هناك يعني جزء منها من تيار المؤتمر الشعبي العام بالذات الموالي لعلي عبد الله صالح يرى أنه علي عبد الله صالح كان جزء يعني أنه الرئيس هادي كان جزء من المشكلة التي يعاني منها المؤتمر اليوم. وبالتالي يعني هناك حتى القيادات التي يعني موالية للشرعية صحيح أنها حاولت أن يعني تضع هادي برئاسة المؤتمر وفق قرارات اتخذوها داخل الرياض، لكن هذا خارج إطار اللوائح والقوانين المنظمة للحزب. يعني هذا يعني كانت عبارة عن قرارات يعني ليست منتظمة وفق اللوائح الداخلية، وهذا استخدم علي عبد الله صالح لصالحه. المسألة داخل المؤتمر معقدة، ولم يتمكن المؤتمر للأمانة اليوم على أنه يفرز قيادة جديدة بديلة لعلي عبد الله صالح، وبالذات أنه كل القيادات اللي داخل المؤتمر ارتبطت بشكل عضوي مع علي عبد الله صالح بما في ذلك هادي. وبالتالي مسألة إحداث تحول في القيادة داخل المؤتمر أنا أعتقد أنها ستواجه صعوبة كاملة، لكن إذا وصلنا يعني إذا حصل حسم مع الانقلاب وسقط الانقلاب أنا أعتقد أنه التغيير أصبح مسألة حتمية ليس فقط لعلي عبد الله صالح بل حتى التيار التقليدي الذي ارتبط بعلي طيب. عبد الله صالح. المؤتمر بحاجة إلى قيادة جديدة شابة تعبر عن المرحلة الجديدة ومطالبها. من هذه النقطة دعني أنتقل إلى الأستاذ عبد الله إسماعيل.
استاذ عبد الله، الى اي مدى يمكن التعويل على من انسلخ من عباءة صالح ان صح التعبير واصبح مؤيدا للشرعية في حزب المؤتمر الشعبي العام؟ يعني عندما نتحدث نحن عن احزاب في عالمنا الثالث، ونتحدث عن احزاب ايضا حتى في اليمن، نحن نتحدث عن تجارب للاحزاب، ليست تلك التجارب التي ترتقي الى الاداء المفترض به عالميا او حتى في بعض الدول العربيه. نحن نتحدث عن احزاب ترتبط باشخاص بالتاكيد، لكن هنالك امر مهم. اذا ما راينا بشكل واضح ومنصف من هم القيادات الذين انشقوا عن صالح وعن المؤتمر الشعبي العام، واستطاعوا ان يحددوا موقفا من الانقلاب الذي حدث للجمهورية، فهم اقل القيادات المؤتمرية يعني فسادا، اقلهم اكثرهم الى حد ما نزاهة، اكثرهم لديهم مواقف. يعني نحن نتذكر المرحوم الإرياني، ونتذكر غيره من القيادات التي كان لها موقف واضح. القضية هنا ليست نحن لا نفرح أنفسنا بقضايا، ولكن نحن يعني طيب نؤكد الواقع. هل هؤلاء قادرين على قيادة عملية تغييرية واسعة في بداخل المؤتمر الشعبي العام؟ أنا في تصوري نعم، إذا ما كانت هنالك إرادة حقيقية. ليس من المفترض أن يكون عبد ربه منصور هادي هو الرئيس القادم ولا غيره، لكن وأيضا متى كانت اللوائح هي التي تسير المؤتمر الشعبي العام؟ نحن نعلم وندرك أنه لم تسير المؤتمر، كانت حتى في يعني التعيينات في قيادات المؤتمر الشعبي العام تجري بتوجيهات وترطيب تربيطات واضحه من علي عبد الله صالح. لم يحدث انتخابات يعني نزيهه واحده، وبالتالي نحن امام فرصه تاريخيه. انا اعتقد بالعكس انه اذا ما سقط المؤتمر الشعبي العام لن يقوم له قائمه، يجب ان يكون هنالك الان تصور واستفاده من الوضع. هنالك قيادات كبيره ومهمه لا يجب التقليل منها، استطاعت أن تخرج من عباءة صالح وأن تقول لهذا الرجل لا. هل نعول على قيادات ما زالت إلى الآن تدور في إطار ومحيط علي عبد الله صالح بكل ما عمله وما اقترفه من تحالفه مع الحوثيين ضد الدولة اليمنية؟ أنا في تصوري أن أي شخصيات ما زالت مرتبطة بعلي عبد الله صالح حتى الآن وستظل مرتبطة به إلى السقوط الكبير، يجب أن لا تكون في إطار التفاهمات القادمة، وأن يكون للقيادات التاريخية الأخرى موقفا من هؤلاء، لأنه لن يكون خروجهم من عباءة علي عبد الله صالح بعد سقوطه إلا عبارة عن قفز يعني متأخرا عن السفينة التي تغرق. على الأقل من قفزوا من السفينة مبكرا لديهم على الأقل شيء من الشجاعة، وبالتالي لا يمكن أن نعول على تلك القيادات التي ما زالت أو ترى أنها علاقتها بعلي عبد الله صالح ستستمر وأنها ما زالت تدور في إطاره. نحن على فكرة يعني لم يكن لدينا هذا الرأي الحاد حتى من قيادة علي عبد الله صالح في مرحلة ما ومن المؤتمر الشعبي العام، لكن ما حدث خلال سنة الانقلاب والتحالف الذي أجراه مع هذه الجماعة المتمردة الهمجية ثم اندماجه هذا الاندماج الكبير معها أكد كل ما كان يتحدث عنه عن هذا الرجل ومن يحيطنا به، وبالتالي لا يجب أن ننتظر حتى يقع لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه ممن ما زالوا مرتبطين به. أنا لدي أيضا يعني مقاربة أخرى لموضوع القواعد، بالعكس أنا لدي ارتباطات كبيرة بقواعد وعلى الأقل الصفوف الثانية والثالثة من المؤتمر في بعض الأماكن وبعض المحافظات. هنالك موقف الآن، ما دام علي عبد الله صالح قد تحالف مع الحوثي الذي فجر بيوتهم وأهانهم وأهان الجمهورية اليمنية وقتل الناس وحرض الآخرين وسبب بهذا الدمار اليمن، لا أعتقد أن هنالك حتى يعني من القواعد الوسطى والدنيا ما زال متمسكا بعلي عبد الله صالح كرئيس المؤتمر الشعبي العام. دعني اذهب الى الاستاذ نجيب غلبي سؤال. استاذ نجيب، يعني علي عبد الله صالح حكم البلاد وحكم المؤتمر الشعبي العام بادواته الخاصه، لربما ياخذ الكثيرين على رئيس الجمهوريه الذي كان امينا عاما للمؤتمر قبل فتره قبل ان يعزله صالح من هذا المنصب انه استخدم ذات الادوات. ما هي الطريقه المثلى لعبد ربه منصور هادي وكذلك للجناح الموالي للشرعية بداخل المؤتمر الشعبي العام ليخرجوا من هذه العباءة ويمضوا قدما بهذا الحزب؟
يعني المسألة تعتمد بشكل أساسي على التحولات والمتغيرات التي ستحدث في المرحلة القادمة. هل سيكون تحرير صنعاء وفق عملية عسكرية أم سيتم وفق صفقات سياسية؟ في الحالة يعني في الحالة الأولى أنا أعتقد أنه علي عبد الله صالح وتياره الذي ارتبط به بالذات على مستوى القيادات يبدو لي أنها ستخسر كثيرا. إذا حصلت صفقة معينة صفقة سياسية وتم دخول صنعاء وسقاط الانقلاب حتى وفق مقررات مجلس الأمن وبطريقة سلمية المسألة ستكون مختلفة. كل قيادات المؤتمر وكوادره لديهم يعني توافق مع أنه لا بد أن يستمر الحزب، لكن استمراره يعني بعلي عبد الله صالح أصبح مسألة مستحيلة، وبالتالي فقط كيف هذا الجناحين يعني يرتبوا صفوفهم. أنا أعتقد لا يوجد اختلاف جذري بينهم باستثناء يعني مسألة الانقلاب، هناك جناح يرفض الانقلاب بشكل كامل وواضح وبين، وهناك جناح يرفض الانقلاب لكنه متحالف معه، يعني الانقلاب الحوثي قصدي، وبالتالي هذا الجناحين ليسوا لا يوجد اختلافات جذرية بينهم من حيث استمرار المؤتمر الشعبي العام وترتيب وضعه ودوره المستقبلي، لكن قد يختلفوا على مسألة كيف يمكن التعامل مع علي عبد الله صالح. أنا أعتقد أنه كل قيادات المؤتمر لديهم رغبة بإخراج علي عبد الله صالح من العملية السياسية بشكل نهائي، ثم إجراء عملية يعني خلق قيادات جديدة داخل المؤتمر وفق اللوائح التي تنظم أمور الحزب. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ عبد الله إسماعيل بسؤال. أستاذ عبد الله، يعني الآن نحن في هذه اللحظات، ومن خلال ما تحدثنا عن أن هناك من كان أو أن الورقة الأمنية بشكل عام كانت توجه من قبل قيادات موالية لصالح، من بينها شخصيات كانت أيضا ضمن أو كانت تحت جناح الشرعية والتحقت بصالح مؤخرا، ما هي الفترة التي يحتاجها أو وضمن إذا ما دخلنا أو وضعنا في الاعتبار الانقسام الذي لربما يحدث ما بين الحوثيين وصالح في حال نجحت السعودية أو دول الخليج في يعني جذب أحد الأطراف إليها، ما هو الوقت الذي يعني يحتاجه المشهد حاليا لاختفاء هذا الترابط المصالحي ما بين حزب المؤتمر وكذلك الحوثيين؟ أنا في تصوري أن دلالات هذا الفك الارتباط بدأت بالفعل، يعني في الأسبوع الماضي نحن شهدنا ذلك الهجوم الكبير من قبل فريق صالح أو الخط صالح ضد الحوثيين فيما ذهبوا إليه من توافق مع المملكة العربية السعودية فيما يخص الحدود ونزع الألغام وما تسرب أيضا من نقاشات. أنا من زمن طويل ونحن نقول أن العلاقة والزواج المؤقت ما بين علي عبد الله صالح والحوثيين واستخدم كل منهما الآخر لتحقيق أهدافه التي تختلف أيضا جذريا، ليس هنالك لا يجمع علي عبد الله صالح والحوثيين هدف واحد، هذا أمر مؤكد، أهدافهم شيطانية الاثنين لكنهما ليست موحدتان، ذلك يريد أن ينتقم وأن يعود إلى المشهد السياسي حتى وإن ضحى بالجمهورية وبالوحدة وبكل شيء، وأولئك يريدون تنفيذ مشروع من خلال هذا الرجل وربما في يوم من الأيام سينقلبون عليه. وأنا أذكر أيضا أن هؤلاء الأيديولوجيين وراديكاليين ومتعصبين وهمجيين وفي أي لحظة ربما يذبحونه ويسحلونه في الشوارع، وبالتالي أنا في تصوري إذا ما أدرك أحد الأطراف أن مصلحته من الآخر قد انتهت سينقلب عليه، وهذا هنالك مؤشرات كبيرة. لكن ما يحدث في الجنوب، ما يحدث في المناطق المحررة، كل تلك الإشكالات هي متعلقة برأسي الانقلاب الذي يجب أن يضرب وأن يسكت حتى يعني تهدأ الأذنام. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من جنيف، وكذلك هو الشكر موصول لجميع المشاهدين الكرام والضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. مشاهدين الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات معدي الحلقة وكذلك الطاقم الفني، إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.